صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا رسول الله سيدي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وخلت منازله، وخلت منازله، فها هي بعده قفرا وما فيها سوى الأوتاد. رحلوا وما رحلوا، وهيل رحلوا وما رحلوا، وهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعده حزنا أصب الدم صوب عهادي. وخلا منازله فها هي بعده قفرا وما فيها سوى الأوتاد. تلك الديار لا تسمع فيها إلا صوت باك وباكي، لكن من ذلك الباكي؟ إنه أم البنين ومحمد، إنهما يبكيان لفراق العزيز. باسا يلت يا دار، وين أهل الحمية؟ حنت صاحت حسرتي ردت علي، بل يا وافد لا تجي من بعد هالعار، وانجيت ما
وانعام شالوا هجرني وعمر ضرور خلي يا وافد شاب الراس من كثر المسايا قلنا لكم لحسين عن هالدار شايل انتو وطروش الليل ودولا رسايل وقولوا إلي جينا منازلكم خليل بسايلك يا دار سلطان الأماجي في وين شيخك يا حزين عيد العين شهقة ظلت تنتحب والدمع تبدي راعي الكرم والجود راح الغاضري هذا الوافد يتجول ما بين بيوتات الحسين وإذا بصوت بكاء وعويل في ظلمة الليل ينادي بسايلك يا دار سلطان المدينة من هالذي في الدار فاجعني وني بسايلك يا دار سلطان من هالذي في الدار فاجعني وني قالت أخوه محمد اللي مخلفين بس ينتحب ويصيح ووحشة الأوطان ينادي والدموع على خدي يمتى يجي المرسوم هول ويصيح البشارة يمتى يجي المرسوم ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينوا لحسين دا نذر علي لعطية طارش بشار وانشر بيارق في المدينة شمال ويمين إن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن مسجدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تحدثنا عن فصل من فصول قصة أصحاب الكهف
والآية مع قصر كلماتها إلا أنها تتضمن أبحاثا متعددة المضامين. ولو جئنا لنتحدث حول أصحاب الكهف، أولئك الفتية الذين طاردهم ملك زمانهم دقيانوس، وكل ذلك بسبب مخالفتهم لأبعاد عقائدية، حيث ذهبوا إلى رؤية توحيدية، وكان زمن دقيانوس يهج بالشرك والانحراف. ولما أعلنوا موقفهم وبكل صراحة وبكل جرأة، أصبحت دماءهم مطلوبة، وأمر دقيانوس بقتلهم. ففروا ولجأوا إلى الكهف فشملتهم عناية الله عز وجل. هذه الآية المباركة وبعد غياب 3 قرون و9 سنين أعثر الله القوم عليهم. فلما وصلوا إليهم عندئذ حصل حق، وقال المؤمنون الذين يؤمنون بالمعاد والحساب، قالوا قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني المؤمنون، على اعتبار أن عودة أصحاب الكهف وبعد سنوات طوال وقرون مترامية لهو دليل على ثبوت المعاد، وهو يؤكد أسس التوحيد. فقال الذين غلبوا، أي الموحدون، على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية أيها الأحبة، ومن خلال التدبر القرآني بمعية العودة إلى النصوص التفسيرية والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة، نقف من خلالها مع محاور أساسية ومع نكات متعددة. فأما النكتة الأولى فهي نكتة فقهية محضة، على اعتبار أن الموحدين بعدما عرفوا أصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وهنا نكتة فقهية أشار إليها الفقهاء، هل يجوز البناء على القبور أو لا يجوز، ومرجعية ذلك إلى طبيعة موضع الدفن. فالمقبرة على 3 أنحاء، وهذا فقه الأموات ويجب علينا أن نتفقه فيه. فالمقابر 3، إما أن تكون المقبرة مملوكة، وإما أن تكون موقوفة، وإما أن تكون عامة الملك، فيختلف الحكم. فإذا كانت الأرض مملوكة فلا يجوز الدفن فيها إلا بإذن من؟ مالكها، أو أن تشتري قطعة فيها، فإذا اشتريت فلك الخيار في جواز البناء على قبر من؟ على قبر أبيك أو أخيك أو أيا كان تريد تبني، ابني، لأنك تملك ماذا؟ هذه الأرض. القسم الثاني، وهذا ما نجده مثلا عند الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في إيران، من أراد أن يدفن هناك يشتري ماذا؟ يشتري له محلا ويبني عليه ويضع ساجة عليه، خلاص يكون محلا له. أما إذا كنا نتحدث عن مقبرة موقوفة، أي أنها وقفية لعامة المسلمين، فهنا لا يجوز البناء على قبور عامة الناس، تقول هي مقبرة موقوفة فلا يجوز البناء،
لأنك لو بنيت على قبر أخيك وذاك على قبر أمه وهذا على قبر أبيه إلى غير ذلك، فلن يجد المؤمنون محلا لدفن موتاهم، خلاص. والمقبرة وقف للمسلمين، فلا يجوز أن تحصر في فلان دون غيره. ولهذا ما ينبغي الالتفات إليه، لا ينبغي البناء على قبور أحد إلا ما خرج بالدليل، وهم العلماء والشهداء وأهل الفضل، هذولين لهم ماذا؟ نص خاص، فلهذا يجوز أن يبنى عليه. أما عامة المؤمنين فلا يبنى عليه، بل بعض المؤمنين يقع في لبس وفي شبهة، وهو يحسب أنه من باب بر والديه، كل خميس شو يسوي؟ يروح إلى المقبرة، جميل جدا، صلة الرحم لا تنقطع بالموت، التفتوا، الرحم لا تنقطع بموت أحد الأرحام، بل التواصل مستمر وأجر الصلة قائم. أنت لما تروح تطرق باب بيت أخوك تقول حصل ثواب بصلة الرحم، وإذا وقفت على قبره لك ثواب أيضا لصلة الرحم، لا فرق بين هذا ولا ذاك، التفت. ولكن بعض أحبتنا من دون التفات إذا جاء إلى قبر أبيه أو أخيه أو غير ذلك من باب التعبير عن المحبة، ماذا يفعل؟ يرمم القبر. والترميم المراد منه أن يعيد ماذا؟ ترتيبه، فيقوم يعيد الأحجار شنو؟ إلى ما كانت عليه، ويرتب الشاهد ويضع الماء والمشموم، وكأن الميت قد مات ماذا؟ للتو. هذا مكروه، إذا جئت والأحجار تبعثرت فلا ترتب شيئا، ترتيب الأحجار وإعادة القبر إلى ما هو عليه من المكروهات عند ماذا؟ فقهائنا، لأن المؤمنين ينتظرون اندراس القبر ليدفن فيه غيره، لأن المقبرة وقفية فلا تملك لفلان أو فلان، فإذا ينبغي الالتفات إلى ذلك. وأما إذا كانت المقابر ليست وقفية، لا يوجد عليها وقف، بل هي ماذا؟ تسبيل عام وليس لها مالك، فهنا لو أراد أحدهم أن يبني على أخيه أو أبيه يكون مكروه. فقد قلنا لمن؟ لأهل الفضل من العلماء الفقهاء الشهداء، هؤلاء بلى ورد ما ورد فيهم من نص خاص. لو كان البناء محرما لجاء ماذا؟ النهي. ولهذا وردت نصوص وفتاوى على نحو الكراهة. القرآن يقول في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، هذه إشارة كما يقول بعض المفسرين روايتان، الرواية الأولى أنه وقع نزاع بين نفس المؤمنين في أن البعث والمعاد أيكون روحانيا محضا، يعني روح بدون جسد، أو لا أن المعاد الأخروي يكون ماذا؟ جسمانيا روحانيا. فأعاد الله أصحاب الكهف بأرواحهم وبماذا؟ وبأجسامهم. وهذا انتصار لمن يرى أن البعث والمعاد جسماني روحاني. فقال الذين غلبوا على أمرهم، أي ممن تبنى هذا الرأي. وفي رواية أخرى أن النزاع إنما كان بين الموحدين المؤمنين الذين يؤمنون بالمعاد، وبين المشركين الذين ينكرون المعاد. فلما أعاد الله تعالى أصحاب الكهف كانت عودتهم نصرة للمؤمنين ونصرة لقواعد التوحيد،
فقال الذين غلبوا على أمرهم، يعني اللي صارت عودة أصحاب الكهف ها عون لهم، قالوا لنتخذن عليهم ماذا؟ مسجد، يخلوهم ويبقون، لأن دول من أهل الشان. لماذا؟ لأن هؤلاء مظهر إعجاز الله، الله أوجد بهم معجزة، وإن تخليدهم وبقاءهم لهو مما يعزز التوحيد والإيمان. هذه نكتة فقهية في الآية. وأما النكتة الثانية فهي نكتة عقدية محضة، حيث دار جدل واسع بين بعض أبناء المدارس حول هل أن تشييد القبور في المساجد يعتبر شرك ويتنافى مع التوحيد العبادي، أو أنه إنما يعزز التوحيد. فالمدرسة الإمامية الشيعية تؤمن بأن تشييد القبور، ولا سيما قبور المعصومين والصالحين والفقهاء والشهداء، إنما يعزز الإيمان. هذولين مظهر عبرة ودروس للأمة، فلا يتنافى مع التوحيد العبادي. ولهذا يا أحبتي، نحن نعلم بأن القرآن الكريم، ولا سيما في ظل من يسوق لبعض الأفكار الفاسدة من أن الشيعة هم أهل الشرك وعبدة القبور، هذه ترهات وأباطيل، على اعتبار أنهم يحسبون أن عودة المؤمن إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ليسأل حاجته من النبي، يعتبرون ذلك ماذا؟ شركا، وليس بشرك. لماذا؟ لوجود الأدلة القطعية عليه، على اعتبار أن القرآن مما ولا خلاف عند أي مسلم قد ثبت بالتواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين والعلم. ولو جئنا لقول الله عز وجل، قالوا يا أبانا استغفر لنا، هذه الآية على لسان أبناء يعقوب النبي، حيث أن أبناء نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام آذوا نبيا عظيما وهو يوسف، وعزموا على قتله، ولكن إرادة الله شاءت خلاف ما شاءوا، وباعوا أخاهم بعد الإضرار به، هذا ذنب كبير، وكانوا في قرارة أنفسهم يعتزمون التوبة، وهذا درس كبير. ليس كل من عزم على الذنب أن يوفق لماذا؟ للتوبة. ومضى عام وعامان وثلاثة أعوام، بل وعشر سنين، بل وعشرون سنة، بل أربعون عام، ولم يتوب بعد أن أفاقت ضمائرهم وتابوا بعد أربعين سنة. ماذا يفعل هؤلاء وهم أبناء الأنبياء؟ فجاءوا إلى أبيهم، من؟ يعقوب عليه السلام، قالوا يا أبانا ماذا؟ استغفر لنا. خل بالك، حط خط تحت هاي الآية، ماكو مسلم ينكر هاي الآية. الآن إذا كان ما فعله أبناء يعقوب يتنافى مع التوحيد، فإن يعقوب النبي المعصوم صار شريكا معهم في الشرك، لأن جو إليه وما رحوا إلى الله، قالوا يا أبانا شنو؟ استغفر لنا. شنو قال النبي يعقوب؟ سأستغفر لكم ربي. لاحظوا، لو كان ما فعله أبناؤه ينافي التوحيد
لوجب على النبي أن يصحح قولهم وقال ما تقولونه باطل، ولكن النبي ماذا؟ سايرهم وقال سأستغفر لكم أنا، أنا يعقوب سأستغفر لكم. فإذا كان قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم حجة يعني دليل على الصحة، فإنما فعله أبناء يعقوب لهو صحيح. كما أنه يا أحبتي أن الله عز وجل لو علم من يعقوب أنه ماذا أخطأ فهذا خلاف عصمة الأنبياء، ولو أخطأ يعقوب عليه السلام لوجب على الله عز وجل أن يبين في آياته خطأ يعقوب، ولكن نجد أن الله ساق الآيات لنبينا صلى الله عليه وآله ولم يبين، وهذا دليل الجواز وليس بدليل بطلان. بل في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك أنت يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو كان التوسل واللجوء إلى قبور الأنبياء مظهر من مظاهر الشرك لحذر منه الله. وإن هذه الآية التفت جيدا في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم شنو؟ لنتخذن عليهم مسجدا. فلو كان اتخاذ المسجد ها والمسجد يعني محل السجود يعني معبدا نتعبد إلى الله فيه بجوار قبورهم، فلو كان هذا حرام وباطل لوجب على الله أن يخطئهم، ولكن الله تعالى ساق الآية راضيا بما قاله أولئك، وهذا دليل الجواز. بيتنا فما التوحيد. فإذا في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مو معنى أن يعبدوهم من دون الله عز وجل، بل إن أصحاب الكهف يعتبرون آية من آيات الله ومعجزة من معاجزه التي تعزز التوحيد وتقوي ماذا؟ حالة الإيمان. هذا درس مهم عقدي ويمثل نكتة عقدية في هذه الآية. النكتة الثالثة هي نكتة سياسية، على اعتبار أن أصحاب الكهف كانوا فتية، إنهم شو يقول الله؟ فتية. لما ترجع تقرأ بتاريخ أصحاب الكهف كلهم كهول 40 فما فوق، فكيف يقول الله فيهم إنهم فتية؟ الفتوة تارة تطلق في اللغة على الفتى ويراد به الصبي، وتارة تطلق في اللغة ويراد بها المؤمن، كما في نص الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن من ثبت إيمانه فهو فتى، فتى إنما الفتى من قهر شيطانه وقوي إيمانه، هكذا هو الفتى. هؤلاء فتية، هؤلاء يمثلون الفتوة والثبات والقوة. هؤلاء يعلمون الناس ضرورة التمرد على كل ما يعد باطل وكل ما يعتبر ظلم. تقرب التاريخ دقيانوس جسد فسادين خطيرين، فساد على مستوى الحكم وفساد العقيدة. ولا يعقل التمرد أنواع، والقرآن عندما تحدث عن تمرد أصحاب الكهف عده من التمرد الإيجابي الذي أثنى عليه، إنهم فتية آمنوا بربهم وجاهم التوفيق فزدناهم هدى. الله بارك خطواتهم، دولين أصحاب ثورة ثاروا على
دقيانوس، وقد سعى دقيانوس للقضاء عليهم وإراقة دمائهم، ولكن الله عز وجل بعنايتهم عندما آووا إلى الكهف دخلوا في عنايته جل وعلا. فإذا المظاهر الفاسدة في المجتمع والمظاهر التي تتنافى مع القيم والمبادئ والعفاف، علينا أن نتعلم التمرد الإيجابي. كل ما هو باطل، كل ما هو فاسد، كل ما هو ظلم، المؤمن ليس من شأنه أن يتقبل ذلك، بل عليه أن يكون كأصحاب الكهف. ولهذا لما رفعوا ألوية الثورة على دقيانوس شملتهم عناية السماء طبعا، وما أكثر من قتل منهم، كثير ترى قتلوا أتبع هؤلاء المؤمنين الذين تخفوا بالتوحيد، قتل البعض ونجى هؤلاء ليكونوا آية ومعجزة على إيمانهم وعلى توحيد الله. النكتة الرابعة وبها نختم، وهي نكتة سلوكية على اعتبار أن الله عز وجل خلد أصحاب الكهف. ولو تساءلنا لماذا استحق أصحاب الكهف الخلود؟ ليش الله خلاهم 3 قرون؟ ثلاثمية سنة و9 سنين، ثم أرجعهم، ثم رفع شأنهم وقال المؤمنون فيهم لنتخذن عليهم مسجدا. لماذا؟ أتعرف لماذا يكون الإنسان خالدا؟ الخلود باب الوصول إليه هو الإنجاز. الإنسان المنجز دائما يكون ماذا؟ خالدا. تعال إلى حياتنا القصيرة، اليوم حياتنا شنو؟ قصيرة. أول يعيشون 300 و100 و200 سنة، أما اليوم من منا معبر؟ ومع هذا البعض منا يعيش رقما ولكن على هامش الحياة، لا إنجاز، لا بصمات، لا عطاء، لا آثار، لا في قريته، لا في بيته، لا في مجتمعه. هو ومن لا فضل ولا قيمة له سواء، لا يحصل من المجتمع إلا ساعة دفنه على قراءة سورة الفاتحة ثم ينسى ذكره ويعدم، ما إلى ذكر. لكن المنجزون المنجز كيف ما كان إنجازه، كيف ما كان، قد يكون إنجاز علمي، قد يكون إنجاز سياسي، قد يكون إنجاز تربوي، مجالات الإنجاز متعددة. ولهذا يا أحبتي عندما تتحدث عن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وغيرهم من كبار علمائنا الذين بإنجازاتهم العلمية خلدوا، لماذا بقوا؟ بما قدموا. والإنجاز لا دين له، الإنجاز المخلد للإنسان لا دين له. فأرمستون مثلا، هذا الرجل الذي وطأ برجله جبين القمر ليحقق أول طفرة علمية على مستوى الفضاء، لا زال أولادنا يدرسون ماذا؟ اسمه في كل عام، أولادنا جيل بعد جيل. أديسون الذي اكتشف الضوء وأضاء الدنيا أنجز، فقدم ما قدم، ابن حيان وفلان وغيرهم من الكندي وغيرهم، بل حتى البخاري ومسلم وغيرهم من علماء العامة، كل حسب إنجازه. الإنجاز يخلد صاحبه ولا دين له كيف ما كان. ولهذا علماء نفعوا البشرية بإنتاجات طبية وغيرها مع أنهم من الملحدين، ومع هذا خلدوا بما أنجزوا. ولهذا تجد بأن من أعظم قنوات الخلود الشهادة على
باعتبار أن الشهادة مظهر من مظاهر الإنجاز الروحي والإنساني والاجتماعي، فالشهيد إذا قضى نحله يميت نفسه ليحيى من؟ غيره. ولهذا الذي يعرف قيمة الشهادة في سبيل الله عز وجل لا يتوانى. كان الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعون يسألون النبي أن يدعو لهم بالشهادة، يطلبون من النبي، يتضرعون لله عز وجل ويتوسلون لرسول الله أن يشملهم بدعاء لينول الشهادة. عمرو بن الجموح سيد قبيلة بني سلمة، عمرو كان أعرجا وبرجل واحدة، وكان زعيم قبيلة بني سلمة، وكان المسؤول عن صلبها منات. فرأيتم اللات والعزى بعد ومنات الثالثة الأخرى، هذه أصنام، منات صنم من الخشب ضخم. قبيلة بني سلمة كانت تعبده، وكان عمرو بن الجموح هو الموكل على ذلك الصنم. هذا الرجل شاءت إرادة الله لتشمله العناية الإلهية ويتحول من الكفر إلى شنو؟ إلى الإيمان. في أحد أمر النبي بالقتال، وين عمرو بن الجموح؟ تخيل هذا الرجل الأعرج برجل واحدة، ما أن أمر النبي بالقتال وإذا بالرجل أقبل لينزل إلى الميدان. رجل لديه أولاد أشداء أحاط به أولاده، قالوا يا أبانا إنا نكفيك، إحنا نقاتل أنت ارجع. أبا أصر أولاده على منعه، أبا إلا أن ينزل للقتال في سبيل الله. شو يسوون ويا هذا الأب المصر المتشوق لنيل مرتبة ماذا؟ متشوق خلاص، قلبه يريد أن يقدم روحه في سبيل الله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وشكوا أباهم عنده، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله قال يا عمرو ليس على الأعرج حرج، أنت ما عليك جهاد، أنت برجل واحد. مباشرة أخذ عمرو يبكي ودموع تتحادر على خديه، قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه أرض الجنة، أريد أن أكون شهيد. النبي ما تمالك، قال له تفضل، نية لله. ونزل إلى الميدان، تخيلها نزل يقوم ويقع، يضرب ويضرب، وما أسرع ما قتل في سبيل الله فنال وسام ماذا؟ الشهادة، ليكون من الخالدين. ومن دلائل خلوده أننا نذكره على منبر ماذا؟ منبر الحسين، وين كان مسؤول على صنم منات، وانظر وين وصل هذا الرجل. باب الشهادة باب الخلود، كل من أريق دمه في سبيل الله سيبقى خالد. والخلود خلود ذكري على مستوى القلوب، ولهذا كلما كان الفقيد الشهيد السعيد نموذجا للصلاح ونموذجا للتقوى ومثاليا في أخلاقه وفي قيمه وفي مبادئه، كلما عزز ذلك خلوده، كل ما تركه ماذا؟ باق في النفوس، ما يروح ذكرى أبدا. ولهذا أنت لما تجي مثلا إلى كربلاء، تعال إلى كربلاء لتتحدث عن علي الأكبر، لما يقف الإمام الحسين يقول برز اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم وبدأ يبين مناقب هذا الغلام. لما يكون الشهيد
له مناقب إيمانية تقوائية وطهر، وله علقة مع الله كصاحب الذكرى، يكون للفقد ألم، للفقد يكون له بالغ الألم. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام عندما قدم علي الأكبر وكان أول من قتل من بني هاشم، والحسين أرسله، الحسين لابد أن يقدم، ومع هذا قال على الدنيا، تعرف مرارة الفقد مو هينها، قال إليه، إجا إليه. بعدما وقع علي الأكبر أقبل الحسين إليه وله صراخ، الحسين إلى نداء ثلاث صرخات، ها، ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي قتلوا وما عرفوا من جدك وابوك، رمى بنفسي على ولدي وهو يقول بناي، على الدنيا يا بعدك العفا، أفاق الأكبر في شيء من الرماق، وجد رأسه في حجر أبيه، بطل علي الأكبر ولينه، فتح العاج ونادد وصلني بعجل للخيم، يا حسن للخيم وصلني، يخلم نوح تالي صدرك يا ابو يشيلني، وجمع وصالي ويم العليل، اودع وينظر احوالي حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زه. وبينما الحسين عند ولدا يقول حميد بن مسلم، وإذا بامرأة مجللة بالزواد خرجت من الخيام، وضع يدها على رأسها تنادي وولدا، عاد إلى ولده وإذا بالأكبر ينادي، أب أين مضيت عني؟ قال ابني لقد خرجت عمتك زينب، ما أن سمع بعمتي بكى نادى ودني أبويا العمتي
محمد يا الله. اللهم تقبل منا اليسير وعفانا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. والفاتحة لموتانا وموتى الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سلم من اجتمعنا لأجله وسببه. اللهم ارحمه برحمتك، واسكنه الفسيح من جنتك، واسكنه الفسيح من جنتك، واحشره في زمرة محمد وآله الطاهرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلى روحه وإلى أرواح موتاكم وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.